مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من فتاوى الناس. الجواز هو أقوى رباط مقدس بين الرجل والمرأة، مش عقد مؤقت. ربنا سبحانه وتعالى جعل العلاقة بينهم مبنية على المودة والرحمة، وشرع كتير من المظاهر اللي بتحافظ على قوة العلاقة بينهم في حياتهم، وكمان بعد وفاة واحد منهم، وفاء لمكان بينهم. هنتكلم النهاردة إن شاء الله عن كيفية بر الزوج لزوجته بعد موتها أو وفاتها، وكمان بر الزوجة لزوجها بعد وفاته، مع فضيلة الدكتور حسن اليداك أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، اللي بنسعد دايما بوجود فضيلته معانا على الهواء. أهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور. أهلاً حسن. أهلا وسهلا أستاذ زينب، مرحبا بحضرتك وبالسادة المشاهدين، ربنا يبارك فيكم. العلاقة بين الزوج والزوجة مش علاقة مؤقتة أو علاقة قايمة بس على المسؤوليات أو علاقة فيها بيت وأولاد وأهل الحياة ماشية، لا، علاقة قوية بينهم مودة ورحمة. في أساس للعلاقة القوية دي اللي يعني بنحط ليها الإطار الأولاد بقى، عشان أسرة تبقى سعيدة، أسرة تبقى ناجحة، أسرة تبقى سوية. لكن في مرحلة كده دكتور حسن، وهي بعد الوفاة. إزاي الزوج أو الزوجة تستمر في الوفاء بجوزها، تستمر برها وحبها لجوزها أو لمراته بعد الوفاة؟ الشكل هيكون عامل إزاي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. العلاقة الزوجية علاقة أسمى ما تكون، ربنا سبحانه وتعالى سماها ميثاقا غليظا، يعني عقد موثق عند ربنا سبحانه وتعالى. العلاقة الزوجية هي علاقة متكاملة، ربنا سبحانه وتعالى يقول: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. من أنفسكم، يعني الزوج والزوجة حاجة واحدة، نفس واحدة، فربنا سبحانه وتعالى جمع بين الزوجين وجعل هذه العلاقة علاقة مبنية على المودة وعلى الرحمة. لذلك الزوجان عندما يتعرضا لأزمات في الحياة أثناء العلاقة الزوجية، الزوج لا يجد أقرب من الزوجة، والزوجة لا تجد أقرب من الزوج. هو الصديق، هو الذي يحميها، هو الذي تحس بجواره بالأمان، والزوج هو الذي يحن إلى بيته من أجل زوجته. سيدنا النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم في بداية الوحي أول مرة يشوف سيدنا جبريل بهذا الشكل وبالصورة الملائكية الكاملة، فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيته يرجف فؤاده، وهو النبي صلى الله عليه وسلم في شجاعته وفي قوته، فيجد أن سيدة خديجة رضي الله عنها تستقبل النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذكائها إنها مش تقول إيه في إيه اللي حصل، لا، استقبلت النبي صلى الله عليه وسلم حتى ذهب عنه الروع، لغاية لما مشي منه الخوف. فحدثها حديث ما رأى، قال: ده أنا كنت بتعبد في غار حراء وشفت سيدنا جبريل بهذا الشكل وبهذه الصورة الملائكية، أنا خفت على نفسي. فتقول السيدة خديجة رضي الله عنها: كلا، والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. أنت بتقول الكلمتين دول وتسكت؟ لا. فانطلقت به إلى ابن عمها، مين أشطر واحد ممكن يساعدنا في القصة دي؟ ابن عمها سيدنا ورق، كان بيترجم الكتاب المقدس وكان يعرف الأمور دي. فقالت: يا ابن عم، اسمع من ابن أخيك، اسمع وشوف في إيه. فلا يزال يتحدث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا الذي نزل عليك هو الوحي، فلا تقلق، وأنت نبي آخر الزمان. ويبدأ سيدنا ورقة هو والسيدة خديجة يكونوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأزمة الكبرى. يبقى إذن الحياة الزوجية هي حياة مبنية على المؤازرة والقوة والمودة والمحبة. الأولاد بيكبروا وبيتجوزوا، لكن يبقى في النهاية الزوج والزوجة هم اللي بيكون ما بينهم هذا الود وهذه الرحمة. ده بينتج عنه إن بعد كده، بعد فراق أحد الزوجين، بتبقى الحياة شقة جدا على الطرف الآخر، جدا صحيح، بيشوفها في كل مكان وفي كل
الحاله النفسيه كمان بتبقى مسيطره دكتور حسن على يعني الطرف المتبقي في الحياه. يعني زي ما فضيلتك تكرمت بيشوفه في كل مكان، شايف ان هو كان بيعمل ازاي، بيسيب اثر مليان حب، صحيح، بيسيب اثر مليان طيبه وخير. انا ازاي احافظ على الاثر ده حتى بعد الوفاه؟ صحيح. طبعا هذا الاثر مش بيقدر الانسان انه يروي هذا الجفاء اللي حصل والشقاق اللي حصل الا بانه بيقدم لمن فارق هذه الحياة عنه بعض الأمور. منها أنه يثني عليه دائما. سيدة عائشة رضي الله عنها كانت تقول: نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم لا تأتي سيرة لخديجة إلا وتكلم وأثنى عليها، لكأنما الدنيا لا توجد فيها إلا خديجة. يعني ايه اثنى عليها دكتور حسن؟ يعني بيتكلم عنها كويس، بيقول فيها الصفات الطيبه، بيتكلم عن مميزاتها، يعني ايه اثنى؟ دي كانت واقفه جنبي لما الناس كانوا يكذبوني كانت هي اللي تصدقني، لما الناس يمنعوني من العطاء كانت هي اللي تديني. فكان يذكر من محاسن السيده خديجه رضي الله عنها كل ما رات في هذه الحياه. الله. وكان السيده عائشه ايضا تقول: ولا يذكرها الا ويستغفر لها. يعني كان كمان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيدعي لها. الحاجة الثالثة أنه ما يشوفش أي حاجة تأذيها حتى بعد الممات إلا ويدفع عنها، مش يقول خلاص هي ماتت وراحت لحالها ويترك بعض الناس أنه يتكلم عنها أو يلفع حقها كلمة لا تليق. يعني في مرة السيدة عائشة رضي الله عنها كانت تتكلم مع النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، فراحت خبطت على الباب واحدة عجوزة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من؟ فقالت: أنا جثامة. جثامة يعني الكسلان، يعني بتقومش تعمل حاجة كويسة تساعد في البيت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أنت حسانة. ورحب بها النبي صلى الله عليه وسلم واستقبلها استقبال عجيب جدا. فسيدة عائشة تقول: كل هذا بهذه المرأة العجوز؟ فقال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: إنها كانت تأتينا أيام خديجة، كانت بتيجي أيام خديجة. فقالت: يا رسول الله، قد أبدلك الله خيرا منها، أي خيرا من هذه المرأة اللي هي تقصد السيدة خديجة يعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما أبدلني الله خيرا منها، لقد آمنت بي إذ كفرني الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وأعطتني إذ منعني الناس. فدفع عنها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى بعد هذا الفراق. دكتور، أوقات بنلاقي وبنشوف قصص واقعية بتضرب لينا الحقيقة مثل جميل جدا في الوفاء والبر. من ضمن الحاجات اللي بنشوفها نلاقي سيدة مثلا تقول: أنا عملت عمرة لجوزي. أو نلاقي زوج يقول: إيه ده، أنا عملت لها عمرة ليها، يا رب يتقبل. هل العمرة للميت جائزة؟ جميل. العمرة للميت جائزة طبعا، ولما نشوف أن الأقربين هم أولى بالمعروف، يبقى إذن لما أقدم هذه العمرة لزوجتي فهذه أولى وهذا أجرها أعظم، خاصة إن الإنسان بعد ما ينتقل من هذه الحياة لا يبقى لي إلا إن إنسان يحبه يقدم له عملا صالحا، وأسمى ما يكون من العمل الصالح هي العمرة. العمرة أجرها عظيم عند الله سبحانه وتعالى وتكفر الذنوب. فأسمى ما أقدمه لزوجتي أو المرأة تقدمه لزوجها، وهو أمر مقبول عند الله إن شاء الله تعالى. لو حبينا نتكلم بقى على الصدقات، يعني حضرتك قلت العمرة جائزة وما فيش مانع، طب أفضل الصدقات إيه يا دكتور حسن اللي ممكن أقدمها للميت؟ طبعا أفضل الصدقات هي الصدقات التي تعود بالنفع، والعود بالنفع ده بيكون أمر نسبي بالنسبة للإنسان. بمعنى إن ممكن إنسان يكون جوعان فأقدم لي صدقة فيكون أجرها عظيم عند الله سبحانه وتعالى، وإنسان يكون مريض فأقدم له صدقة فيتعافى من مرضه فأجره عظيم عند الله سبحانه وتعالى. فإذا ما كانت هذه الصدقات صدقات جارية، يعني تضر الأجر والثواب على الإنسان المتصدق بعد ذلك، فهي أشياء أعظم ما تكون، خاصة إذا كانت هذه الصدقات الجارية صدقات نفعها يمس الإنسان. نجد مثلا في بعض المستشفيات أو في بعض الأماكن إنسان مريض يحتاج إلى عملية معينة، أو إنسان فاقد للبصر ويحتاج إلى عملية معينة من أجل أن يعود إليه بصره، فهذه الأشياء صدقات جارية أجرها عظيم عند الله تبارك وتعالى.
طيب، هل الزوج أو الزوجة بيدخلوا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له؟ نعم. الزوج والزوجة يدخلان تحت هذا الحديث، لأن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم قال إن الأعمال لا تنقطع إلا من خلال هذه الأبواب الثلاثة. لذلك الزوج عندما يصون شخصية زوجته ويقدم رصيدا بالغا أثناء الحياة الزوجية ويجعلها شخصية قوامة على بيتها بعد فراقها، فهذا أسمى عمل صالح يقدمه الرجل لزوجته. لذلك إذا ما انتقل إلى الحياة الأخرى فيكون هذا المردود للعمل الصالح عمل صالح أيضا، وتخرج له صدقات، تقوم بأداء عمرة وتهب هذا الثواب لزوجها المفقود. فهذه أشياء تندرج تحت حديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. دكتور، هل عدم الزواج مرة أخرى بعد وفاة الزوجة أو وفاة الزوج ده بيعتبر بر؟ يقول لك أنا ما أقدرش أعيش مع واحدة غيرها، لا أنا مش متخيل حد يحل مكانها. والزوجة نفس القصة، تقول لا أنا الأيام اللي عشتها معاه كفيلة اللي هي تكفيني لحد ما أروح له إن شاء الله. هل عدم الزواج في الحالة دي يعتبر بر؟ طبعا هذا الأمر بيختلف من حالة لحالة أخرى، يعني بيرجع لسن المرأة والظروف المالية للمرأة وما إلى ذلك. ولكن طبعا المرأة إذا كانت حريصة إنها تصون العهد وتحافظ على الأولاد وتركت الزواج حبا لزوجها، فده درجته عالية جدا. سيدنا النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم يعني سمع صوت امرأة تطرق باب الجنة قبل النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام. فسأل النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم عن هذه المرأة، فقالوا إن هذه امرأة كانت تقوم على أيتام بعد موت زوجها. فلا شك هذا الحديث النبوي الشريف يبين إن المرأة عندما تقوم على رعاية أولادها بعد فراق زوجها وتضحي وتتفانى من أجل هذه الرسالة، فهي درجة عالية في الجنة جدا طبعا. طب أوقات بتبقى الزوجة مثلا صغيرة في السن ومعها بنت صغيرة أو ولد صغير، وفي ضغط بقى من الأهل اللي هي تتجوز وهي مصممة اللي هي ما تتجوز، هل الحالة دي برضو دكتور حسن بتعتبر بر للزوج مع افتعال مشكلة أو وجود مشكلة بينها وبين الأهل؟ يعني الأولوية لمين في الحالة دي؟ هو هيبقى القرار في الأول وفي الآخر لبنتنا دي، البنت دي يبقى لها القرار هل هي هتتجوز بعد موت الزوج أو لا. موضوع أن الأهل يضغطوا عليها أو أن الأهل يفتعلوا معها المشكلات، فهذا أمر غير مقبول الحقيقة، وإنما نعود إلى رغبة هذه البنت. هل لها الرغبة أن تتزوج نظرا لصغر سنها أو للبحث عن رعاية لها ولطفلتها؟ أمر وقرار يعود إلى هذه المرأة التي فقدت زوجها. جميل. بعض الأشياء اللي حضرتك ذكرتها فضلتك في بداية حلقتنا زي العمرة وزي الصدقات، في حاجات تانية ممكن أهبها للميت بتصل؟ يعني أنا لو زوجي مثلا أو زوج أي حد ربنا افتكره أو توفاه الله، هل قراءة القرآن ممكن توصل له؟ هل الصدقات وأطلع مبلغ شهري لي كل شهر دي بتوصل له؟ هل زيارة القبور تعتبر من البر دكتور حسن؟ جميل ما شاء الله. طبعا الصدقات الجارية دي متنوعة كثيرة جدا، وكل واحد بيجتهد على قدر استطاعته. في ناس بتطلع أموال، في ناس بتوقف وديعة بنكية وتطلع رعها للفقراء، في ناس بتبني دورا للأيتام، في ناس بتبني مدارس، في ناس بتساهم في مساجد، في ناس بتبني أسقف في منازل أو وصلات مياه وكهرباء. فهي أمور متعددة وكثيرة جدا جدا جدا، وهي يعني بتستحدث باستحداث الزمان. أما بالنسبة لزيارة القبور، فيعني إحنا لو نظرنا في حياة سيدنا النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم ونشوف السيدة آمنة لما توفيت، هي توفيت فين؟ توفيت في الأبواء. طب كانت بتعمل إيه؟ كانت واخدة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عمره 6 سنين علشان يزور أخوال أبيه بعد وفاته. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم توفي وتوفي أبوه وهو لم يولد، وبعدين بعد ما بلغ 6 سنين والدته واخداه سيدة آمنة وذهبت به إلى المدينة المنورة عشان تزور أخوال أبيه من بني النجار، وهي راجعة توفيت.
فإذا هي موضوع أن سيدنا النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم يدعو إلى هذه الزيارة، ده أصلا كان موجود في والدي النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا يعني سيدنا النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم كان حريص على الزيارة، خاصة كل يوم سبت لمن فقدهم من الأموات، فلا مانع وجائز يعني شرعا وفي الدين، ده يعني أقل ما تقدمه المرأة لزوجها بعد وفاته. الله أستأذن فضلتك دكتور حسن، نخرج إلى فاصل سريع ونرجع نكمل مرة تانية مع حضراتكم. برحب بحضراتكم مرة تانية ومعانا أستاذة هند على التليفون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، ازي حضرتك؟ الحمد لله، ازي حضرتك يا فندم؟ أنا وأنتم طيبين. أنا بس كان عندي سؤالين يا فضيلة الشيخ، معلش بعد إذن حضرتك تسمعني شوية. أنا أول سؤال، والدي متوفي، والدتي أنا بقالي سنين عايشة مع جدتي، تزوجت يعني حد تاني بعد ما توفى. انا بس كل مشكلتي ان انا بحاول اوصل لها فضيله الشيخ بكل الاشكال، اتحيلت عليها ان انا اروح اقعد معاها علشان خاطر يعني ابقى معاها هي، وبعد ما ستي توفت يعني ابقى معاها هي واولادها وزوجها، وزوجها رافض وهي حتى ما حاولتش يعني ان هي حتى تقول له اي حاجه. بحاول اكلمها في التليفون كتير جدا جدا فوق ما حضرتك تتخيلي، تقفل السكه في وشي، تقول لي لا خليكي عايشه حياتك زي ما انت عايشه، ما لكيش دعوه بيا خالص، ما تحاوليش تتصلي بيا عشان ما تخربيش بيتي. بحس ان هي مش عارفه، بحس ان هي مش بتحبني خالص، يعني بحس ان هي مش عايزه تساعدني. انا ليا كمان ظروف خاصه تجاهي، 2 مقطعين جراحات يعني، ومن سنين الكلام ده وهي عارفه، وحتى ما كانتش بتيجي تبص عليا ايام ستي، كان دايما مشاكلها هي وستي بالمخصوص ده. هل انا كده قطع الارحام؟ والله انا بعمل كل حاجه بحيث ان انا حتى اعيش في جو اخواتي، انا ما اعرفش اخواتي فين، ما اعرفش اخواتي اسميهم ايه، ما اعرفش اخواتي مكانهم، ما اعرفش شكلهم ايه اصلا. هو حضرتك استاذه هند بنت وحيده، وهي بعد كده انفصلت عن والدك واتجوزت وعاشت حياتها ومخلفه اولاد. كنت انا عايشه مع والدي وبعد كده توفى، بعد كده عشت مع ستي اللي هي والدتها، هي والدة امي يعني، وكانت ما بتجيش حتى عند يعني، كان جوزها مانعها ان هي تيجي عشان ما تعرضش ان انا اقعد عندها. كنت بتحيل عليها ان انا من صغري ان انا اقعد معاها يوم واحد او اي حاجه، ما كانتش بترضى من ده خالص لغايه الان، لغايه امبارح انا بحاول اكلمها حتى في التليفون هي بترفض. يعني ما بتردش عليكي، او لو ردت تقول لك ما تتصليش تاني. بالظبط.
حاضر يا استاذه هند، شكرا لك. سؤال معلش طيب تاني بعد اذنك. طبعا انا طبعا. اسفه معلش ما تتضايقيش مني. لا لا خالص، انا بعتذر والله يا فضيله الشيخ معلش. لا لا خالص اتفضلي. انا في حد سيده هنا يعني بتطلع يعني في المكان اللي انا فيه بتطلع مبالغ يعني مبالغ بس بالذهب، يعني تديك جرامات ذهب وتاخد منك قصادها جرامات زياده. انا محتاجه الجرامات يعني محتاجه 10 جرامات ذهب علشان اعمل الاطراف الصناعيه دي، لان لما سالت تكلفتها وكده فايه جابوا معايا 10 جرامات ذهب اطراف صناعيه اللي هي بتتركب في السجلين بتتحرك بيها. يعني هي بتسلفك الذهب ده؟ بتسلفوني. طيب هتردي ايه؟ هرده لها 18 جرام. نفس الجرامات يعني؟ 10 جرامات. لا هي هتاخد 10 هترد 18. هرد 18 جرام. انا لجأت بس عشان اقول لحضرتك انا لجأت لكذا حاجه ولجأت لكذا حد، بقى لي 4 سنين نايمه وما عنديش حلول يعتبر غير الحل ده. انا زي ما يكون انا من جوايا بقى احساسي انا من جوايا حاسه ان انا بتحايل على الدين عشان ارجع اقف على رجلي تاني. مش طيب. قادره اعمل دوت ومش قادره، بس عايزه حضرتك تفيدني وتفصلي بالله عليك. انا ما يعني وادعوا لي بالله عليك ويعديني اللي انا فيه وما يحوجنيش لحد ابدا. انت ربنا بيحبك يا استاذه هند وما تتحمليش على نفسك، واكيد دكتور حسن هيطمن قلبك وهيريح بالك باذن الله. معانا استاذ احمد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا. الله يسلمك، انا سعيد بالبرنامج والله. واحنا سعداء بمشاركه حضرتك يا فندم. الله يخليك. عندي سؤالين. اتفضل. اول سؤال ان انا يعني عندي مزلق ظروفي ولازم حد يسندني وانا نازل وانا طالع وانا ماشي. فبقضي الافراد كلها بتاعت الصلاه في البيت. وبيني وبين المسجد يعني حوالي 10 متر. مسجد قدام البيت، بس ما بقدرش انزل لوحدي ولا حتى انزل اصلي الجمعه لوحدي. تمام. يعني الحمد لله محافظ على الصلوات وصلاه القيام وقراءه القران والاذكار للنساء واذكار الصباح. ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يديمها على حضرتك. عندي بصلي الثلث الاخير من الليل اللي هو القيام الثلث الاخير. ما شاء الله. طب السؤال الثاني يا استاذ احمد. وبعد الثلث الاخير بقعد اقرا القران يعني لحد الفجر. ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يديمها على حضرتك نعمه الطاعات والعبادات. السؤال الثاني بقى. انا مظلوم بقالي سنتين. حضرتك مالك؟ مظلوم. نازل عليا ظلم من شغلي. كنت شغال ماشي وفي وقت الشغل بتاعي جه مدير مسك عندنا المكان قعد سنتين ماشي وتعبني وجاب لي فصل وانتهاء خدمه عملي، وبقى لي سنتين قاعد في قلب البيت وعندي مزلق ظروفي وتعبان نفسيا. حاضر يا استاذ احمد. يعني سؤال حضرتك وصل يا فندم. طيب دكتور حسن نروح ليه استاذه هند. الحقيقه استاذه هند يعني في ابتلاء شديد، يعني بعد ما والدها توفاه الله راحت عاشت مع جدتها لامها. والدتها سابتها، اتجوزت واحد تاني، خلفت اولاد تانيين، رفض تام وقاطع ان هي تستقبل بنتها تعيش معاها او تعرض حتى عليها الزياره. وبعد ما عملت حادثه وحصل البتر لرجليها برضو كانت نادرة لما تروح تزورها، ولما دلوقتي بتحاول تكلمها هي رافضة تماما المكالمات وقالت لها ما تخربيش عليا، خليكي في حالك وعيشي زي ما انت عايشة. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا يعني الإنسان لو قدم طرف من جسمه فده بيسبقه إلى الجنة، وده أكبر دليل إن الأستاذة هند بإذن الله تعالى ربنا كتبها في سجل أهل الجنة. الله. إنها قدمت رجلها قبل منها. طبعا الإنسان لما بيكتب من أهل الجنة بتوضع عليه اختبارات، من ضمن الاختبارات دي اختبار صلة الرحم. الأم طبعا مهما الإنسان قدم ومهما الإنسان بذل من عطاء لن يستطيع أن يوفي جزءا من حقها، فبالتالي الأم لما تأتي في هذه المرحلة وتقابل ود الأستاذة هند وعطائها ومحاولة الوصل بهذا اللون من ألوان الجفاء، ده مش هيمنعنا أبدا إن احنا
نبذل قصارى جهدنا لهذا الوصل. بس ده مش جفاء بس يا دكتور حسن، دي قسوة أم. فين حنية الأم؟ فين الفطرة اللي ربنا خلق بيها الأم اللي دي بتبقى حنينة على أولادها مهما كانت ومهما حصل؟ أكتر إيد تطبطب على الإبن أو البنت هي الأم. صحيح. فلما والدة هند تعمل فيها كده، وهند تحاول تصل الرحم وهي بتقطعه، فهل هند بقى تستمر في المحاولة ولا هتعمل إيه؟ طبعا ان الام تقابل ابنائها بهذا الجفاء، يعني برضو ده حصل عقوق من ناحيه الام للبنت، وده امر يعني هتسال عنه امام الله سبحانه وتعالى. طيب ما ينبغي على الاستاذه هند؟ ايوه، انها تبذل ما في وسعها، لا يكلف الله نفسا الا ما اتى. هتحاول تتصل بيها، هتحاول تبعت لها رساله، هتحاول تبعت لها هديه، هتحاول انها توصلها السلام مع حد لو هي اغلقت كل هذه الابواب. أم لما نلقى الله سبحانه وتعالى، نلقى الله سبحانه وتعالى وإحنا عملنا كل اللي علينا. سيدنا النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصله. فبالتالي مش السلاسة في صلة الأرحام هي المطلوبة، إنما المطلوب لما يحصل تعثر في بعض صلاة الأرحام إن الطرف الآخر يقوم برفع هذا التعثر قدر المستطاع. قد يكون هناك مشاحنات، هناك أمور أخرى، ولكن الإنسان يبذل ما في وسعه من أجل أن تعود هذه الأرحام إلى نصابها. يعني نصيحة فضيلتك لهند إن هي على فترات متقاطعة تحاول تكلم والدتها، أو نعم، تبعت حد يسأل عليها، أو تهديها بهدية، ومن تبذل ما في وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. طيب السؤال الثاني، الأستاذة هند هي محتاجة تشتري أطراف صناعية بسبب بتر رجليها اللي حصل في حادثة. في حد عندها قال لها خلاص انا هديكي 10 جرام ذهب بس هترجعهم لي 18 جرام ذهب، وهي في امس الحاجه جدا جدا دكتور حسن هي تشتري الاطراف الصناعيه عشان تقدر تقف على رجليها مره ثانيه، ده جائز؟ طبعا هو القرض لا يجوز الا للضروره، ما نقدرش ناخد القرض ده الا لضروره بحته. وطبعا الاطراف ووصل الاطراف لو هي ما عندهاش، لو هي ما عندهاش اي مال او اي حاجه تقدر تشتري بيها الطرف ده، فيجوز لها في حالة الضرورة هذه إنها يعني تبذل هذا النوع من القرض. بس أنا شايف إن يعني هذا اللون من القرض قاسي جدا، يعني 10 جرام وتاخدهم 18 جرام ده أمر قاسي جدا، فمفيش معنى تتواصل مع جهات ومؤسسات تقوم بالعناية بهذا الأمر قبل إنها تاخد القرار في مثل هذا القرض الشاق. يعني هي تأخر الخطوة دي شوية وتسعى أكتر وتشوف مؤسسات مثلا أو جمعيات تساعدها. بالضبط، يعني جهات تكون أحن من هذا الأمر. يعني هي في الحالة دي بيعتبر ربا؟ وهي في الحالة دي قرض الضرورة. لا، الزيادة اللي الست رفعتها من 10 جرام ذهب ترجعهم 18 جرام ذهب. نعم. دي بصراحة نعم. دي عدم رحمة. أيوة ربا طبعا، هو ربا. لكن في جانب المقرض ده هو طبعا ربا، فيه ذنب عليه، لكن في جانب المقترض هي هتاخد الامر ده لضروره بحته، فبالتالي هيكون في الجواز. تمام. معانا استاذ السيد، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الو، السلام عليكم يا استاذ السيد، اتفضل. ايوه عليكم السلام يا ستي، اتفضل. لو سمحت بس سيد نوطي التلفزيون يا فندم بعد اذن حضرتك. استنى انا اللي اوطي يعني؟ اه حضرتك وطي التلفزيون واسمعنا من التليفون. حاضر. ايوه هو انا ولا هو؟ اتفضل. الو. ايوه يا فندم سامعين حضرتك، اتفضل. الو. طيب حاول تتصل بينا مره تانية يا فندم. معانا استاذ ايمان. السلام عليكم. ايمان السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا، اتفضلي. اهلا بحضرتك. من فضلك انا من فتره كده كنت اكتشفت يعني ان بنتي بتكلم ولد في التليفون. مجرد يعني كلام كده، المهم قعدت معاها وكلمتها وقلت لها ده حرام وعيب، وهي صراحه ندمت واعترفت وقالت انا اسفه. فبعدينها برضو بشهر او حاجه او بشهرين لقيتها برضو رجعت بتكلم نفس الولد. المرة دي بقى يعني صراحة زعقت معاها وضربتها وقلت لها أنا اتكلمت معاكي الأول بالراحة واديتك الأمان وسلمت في التليفون تاني. بنتك كام سنة يا أستاذة إيمان؟
17 فترة مراهقة يعني. أيوه. وسلمت في الأمان واديتك الموبايل، أنت رجعت كلمتي تاني، فهي برضو قعدت تعتذر. فأنا عايزة الشيخ توجه لها كلمة، يعني إن هي يمكن مثلا هي حاطة في دماغها إن اللي هي بتعمله ده مش عيب، من كثر الفتن اللي بتشوفها حواليها، دي بتكلم ودي بتكلم وده بيعمل وده بيعمل، فهي شايفة إن الموضوع ده عادي، أنا ما بعملش حاجة عيب يعني، وشايفة إن هو ولد كويس، فهي هو ده فكرها. وسؤال تاني من فضلك، يعني جوزي أقل مشكلة بيجي يكلمني يقول لي تربيتك تربيتك تربيتك. أتكلم معاه أقول له عادي بتحصل، يعني سيدنا نوح كان نبي، وبالرغم من كده إيده طلع كافر، يعني مش شرط إن إحنا اللي مقصرين في تربية ولادنا. يعني جوزك بيحملك مسؤولية أي حاجة بتحصل؟ بالذات إن الموضوع. طب هو فين لما دي تربيتك، هو فين؟ هو ليه ما رباش طيب؟ هو ليه ما ساعدش؟ هو لما عارف الحوار، هو ما عرفوش أول مرة، لكن ثاني مرة لما اتكرر أنا طبعاً عرفت. فطبعاً هيتكلم معاها بالراحة صراحة، ما يعني ما زعقش ولا ضرب ولا أي حاجة. تمام. بس بيحملني أنا بقى المسؤولية إن أنا ما عرفتش أربي. لا خليه يساعد هو بقى شوية، وخليه هو سيبيله المجال هو يتعامل مع المشكلة دي، وخليكي انت بره الموضوع على قد ما تقدري كصورة بس، وخليه يشوف هو يتعامل ازاي. فعلا ده اللي حصل، انا قلت له ولادك ربيهم دايما. برافو عليكي. انا مش بتدخل، انا رقيب، انا براقب ده بيعمل ايه وده بيعمل ايه. برافو عليكي. انا رقيب، ولو اللي بقدر اعمله ده انا اوجه، لكن ان حد يعمل حاجه غلط او حد يعمل صح، انا مفضل 24 ساعه اعرف المستخبي واللي باين، انا مش هفضل يعني مش هعرف اعمل كده. للاسف احنا في زمن صعب كمان. طيب في سؤال كمان. ايه احنا لينا مراس عامه يعني، بس للاسف اهالينا مش عايزين يقسمونا. فايه احنا بقى لنا زياده عن 20 سنه، حاجه و20 سنه. فيا ترى انا لما اقعد احدد واحيانا بدعي اقول لابوك لا يا ترى ده حرام عليا ولا ايه؟ حاضر. بس كده. حاضر يا استاذ ايمان، شكرا لحضرتك يا فندم. معانا استاذ محمد. السلام الله. عليكم ورحمه الله وبركاته. من البحيره. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بيك. اتفضل يا فندم. شفت لو سمحتي. معاك على الهواء. اهلا وسهلا. ماشي. يا عم الشيخ. اتفضل يا استاذ محمد. انا كنت في عمره سنه 2004. تقبل الله. كنت معايا الحاج. كنا في غرفه مستقله. فبعد ما جينا العمره حصل جماع. بعد التحلل من العمره يا استاذ محمد؟ يا حاج محمد، بعد التحلل؟ بعد التحلل من ايه؟ ما هو العمره عمره مش حيج. ايوه. بعد ما قصيت شعرك؟ بعد ما قصيت شعري. نعم. تمام. ايوه بعد ما قصيت شعري. تمام يا استاذ محمد. حاضر يا حاج محمد، شكرا لحضرتك يا فندم. طيب نروح لاستاذ احمد. او الحاج احمد بيسال فضيلتك دكتور حسن، هو عنده انزلاق غضروفي بيمنعه ان هو يمشي لوحده او يتعامل لوحده او يروح مشوار لوحده، فبيصلي كل الصلوات في البيت رغم ان البيت المسجد قريب جدا من البيت، في حرمانيه؟ طبعا انا بشكر فيه حرصه على الصلاه في المسجد، وانه يحصل الاجر ب 27 ضعف وب 25 ضعف. انا بشكر فيه خالص الحته دي. ولكن برضو مش عايزين نغفل ان سيدنا النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: من كان له ورد فشغله عنه مرض او سفر اعطاه الله مثل ما كان يعمل من الاجر. يبقى اذا استاذ احمد حضرتك لما كنت بتصلي في المسجد بصحتك وعافيتك وبعدين عرض ليك هذا العذر، فانت لا يزال اجرك مكتوب بال 27 وبال 25 زي ما كنت بتعمله بالظبط. فلا يعني فلا تخشى، ربنا سبحانه وتعالى يريد الله ان يخفف عنكم. فانت صلي بقدر صحتك واستحضر الخشوع واستحضر عظمه ربنا سبحانه وتعالى في الصلاه، وتكون قد حصلت الخشوع وحصلت ايضا الاجر كاملا كانما تصلي في المسجد.
نعم. طب السؤال الثاني دكتور حسن، هو مظلوم بقاله سنتين بسبب شغله، وقع عليه ظلم بسبب شغله، فمدير جديد رفضه وهو دلوقتي تعبان نفسيا، يتعامل ازاي مع الموضوع ده، وخصوصا ان هو بيكرر لناس كتيره قوي مننا دكتور حسن ان هو يتعرض لظلم، سواء في جامعه سواء في شغل سواء في بيت، يعني الظلم بنلاقيه كده باشكال مختلفه، انا اتعامل نفسيا ودينيا مع الموضوع ده ازاي؟ طبعا المفروض الانسان لما يتعرض لمثل هذه الامور في حياته اليوميه المفروض ان يقابل هذا الظلم الواقع وما وقع عليه بنظرته الى ما عند الله وعند النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. سيدنا النبي بيقول ستلقون بعدي اثرا. الاثر يعني ممكن واحد يجي على حقك شويه في الشغل، واحد يجي على حقك شويه في الجار، واحد يجي على حقك شويه وانت راكب العربيه، ستلقون بعدي اثرا. قالوا فما العمل يا رسول الله؟ قال أدوا الذي عليكم وصلوا الله الذي لكم. اعمل اللي عليك والباقي ده ربنا سبحانه وتعالى هيعوضك عنه يقينا، ويثلج صدرك بما تتعرض له من مثل هذه المواقف. فتفوض الأمر لله سبحانه وتعالى وأدي اللي عليك في العمل وأتقن العمل، ما تقولش ده ظلمني فأنا هقصر، ما تقولش ده بيجي علي فأنا هعمل كذا، لا، أنت العمل اجعله لله سبحانه وتعالى، وما بعد ذلك فيقينا الله سبحانه وتعالى سوف يرد عليك هذه العقوبة. طب في دعاء المظلوم يقوله يجيب لحقه؟ هو لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الإنسان لما يستغفر ربنا سبحانه وتعالى ويوحد الله سبحانه وتعالى يقول يا رب أنت يعني كل اللي بجري في هذا الكون بمقاديرك، يعني أنت المقدر لي هذا الأمر ومقدر أن تخلي الإنسان ده عثر في طريقي، فيا رب يعني زي ما أنت يعني قدرت لي مثل هذه الأمور وأنا راضي بقسمتك يا رب نجيني من هذا الأمر، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. نعم، أستأذن فضيلتك دكتور حسن نخرج إلى فاصل سريع ونرجع نكمل مرة تانية مع حضراتكم. برحب بحضراتكم مرة تانية ومعانا أستاذ السيد. أهلا وسهلا مرة تانية. ألو، سامعين حضرتك يا فندم، اتفضل. لو سمحت بس أكلم الشيخ. مع حضرتك، اتفضل. اتفضل. طيب أنا معايا بنت ابني، يا بنتي أنا معايا بنت ابني مولودة بقى 3 أشهر، في أصبع رجليها أصبع زيادة، بدل ما هم 5 يبقى 6 7، فهم عايزين يعملوا يعني يشيلوا الأصابع ديت، فهم قالوا لا نسأل في دار الإفتاء. ده أول سؤال.
تمام. ثاني سؤال لما اخذها، انا راجل كبير عندي 76 سنه، ربنا يدي لحضرتك الصحه، كنت بصلي فدلوقتي انا بقالي كم شهر كده ممنوع عن الصلاه، عشان انا لما اخذها باخد برشام من الميه ومركب قسطره، والقسطره بتعمل لما اخذ ريحه كريهه عندي. تاني السؤال، عايز اعرف نص التشاهد بتاع التعهد الاخير. نص التشاهد بتبدا من التحيات لله ولا اللهم صل على سيدنا محمد؟ وشكرا يا بنتي. شكرا لحضرتك يا فندم. معانا استاذه شيماء. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا، الحمد لله، اتفضلي. ربنا يخليك. انا كنت اشتريت شقه من شخص ودفعت يعني جزء من ثمنها حوالي 4 أخماس، وكان باقي عليا الفوم، فالراجل جه توفاه الله قبل ما انا ما اسدد باقي الفلوس. فالراجل لما توفى ترك زوجه واربع بنات واولاد ابنه المتوفي في حياته. فالراجل كان قايل ان الشقه ديت ثمن الفلوس بتاعتها لمراتي لانها قاعده ومريضه وكده. فجيت انا كلمتهم يا جماعه خدوا الفلوس وكده، فما اتجمعوش، فاضطريت ان انا ادي لكل واحد نصيب. فهل انا كده ظلمت الست المريضه ديت علشان انا يعني بنتها بتقول لي ان انت ضيعت حقها لان انت اديتي لاولاد اخونا واحنا ما كناش عايزين ندي لهم، لان دي مش فلوسهم، دي المفروض فلوس امنا هتتعالج بيها وكده. هو وصاها بايه؟ فهل انا ظلمتها؟ يعني انت وزعت الجزء المتبقي من سعر الشقه كانه ميراث على الزوجه واولادها. ايوه، انا خدت اعلام الوراثه وتفرقت على اساسه. هو انت قريبتهم؟ لا. تمام. انا مش قريبتهم. هي باباهم كان موصي ان الشقه دي او فلوسها لمامتهم. بس ما اتفقوش، اولاد اخوهم عايزين فلوسهم. وطب يا جماعه اتفقوا وانا ادي الفلوس لشخص معين. حاضر يا استاذه شيماء، عينينا. طيب نروح لاستاذه ايمان، وبتتكلم في الحقيقه عن مشكله دكتور حسن احنا بنقابلها طول الوقت، يعني احنا عايشين كمان معاها، وهي فكره المراهقه، فكره الشباب والبنات في الفتره الاخيره. للاسف العادي ما بقاش عادي، والحرام بقى عادي، في المعايير اختلفت. هي بتكلم ولد، بنتها عندها 17 سنه، شايفه ان ده عادي طالما ان الكلام لم يخرج من الاطار العام للكلام. مامتها اول مره كلمتها عادي، تاني مره لما لقيتها بتكلم نفس الولد زعقت لها جامد لدرجه ان هي كمان ضربتها. فهي ازاي، واحنا كمان يا دكتور حسن ازاي نتعامل مع فتره المراهقه، وخصوصا ان الشباب بيقولوا على الحرام عادي، ان الفتن بقت كتيره جدا، طالما ما عملناش حاجه غلط فده عادي. طبعا انا بشكرها على النص الاولاني للحل، ان هي صاحبه البنت وقربت منها وسمعت ليها وبدات تعالج معاها المشكله. كده بقوا اتنين بيعالجوا المشكله، البنت اللي وقعت في المشكله ومامتها ايضا، فبالتالي المشكله كانت رايحه في اتجاهها للمسار الصحيح. ولكن انا زعلان من النص التاني للحل، انها بدات تضرب البنت وبدات تتحداها، وبدات اللي بيحل المشكله في الوقت ده يعني طرف واحد، والطرف ده كمان احنا ضاغطين عليه. احنا لازم نشوف التحديات اللي بتواجه بناتنا وولادنا في الوقت المعاصر، ولازم نعرف ان التحديات دي مش هيستطيع الولد لوحده ولا البنت لوحديها انها تعالج هذا التحدي، غير لما يكون الاب والام والاخوات والخالات كمان القريبين من البنت والعمات والصحبة الكويسة. علاج التحدي ده مش هيكون من خلال طرف واحد ابدا، الطرف ده محل اختبار، محتاجين كلنا نكون حوالين البنت. فبالتالي انت مشيت في الشق الاولاني، ارجع للشق الاولاني تاني، قرب من البنت، شوف ايه التحديات اللي هي بتقابلها. البنت بتلجأ لمثل هذا الامر لما يكون في جفاء في البيت. الاب ده لو اول ما يدخل من البيت بيحضن بنته، لو بيقعد يتكلم معاها ويسمع مشاكلها ويسمع تحدياتها ويشترك معاها في معالجة هذه التحديات، البنت مش هتبدأ تتطرق لحد تاني يساعدها على حل المشكلات دي. يعني هي ترجع للحل الأولاني بهدوء، حتى لو كرر الموضوع مرة تانية ورجعت تكلم نفس الولد برضو تكلمها بهدوء. لازم بهدوء، ولازم بحث عن حلول ومعالجات. لازم موضوع الضرب والتعنيف للبنت بهذا الشكل مش هيكون حل للمشكلة أبدا. طيب هي الصحوبية
حلال ولا حرام عشان هي البنت دلوقتي بتسمعنا يا دكتور حسن. نعم. ما الصحوبيه بمعنى ايه؟ الصحوبيه بمعنى ان بين انا البنت والولد. ما الصحوبيه بين بنت وولد ما دي مفهومها متغير عند بنت وعند بنت اخرى. انا مثلا لو انا في الشارع بتاعنا في ولاد وفي شباب، بس الشباب دول اول ما يشوفوني داخله بحاجه بيساعدوني ويدخلوها معايا، ما يقبلوش ان اي حد ينظر لي نظره او يكلمني كلمه مش مناسبه، ما دي مسمى صحوبيه، بس دي صحوبيه محترمه جدا. بس دي جداً شهامه جداً. دي رجوله اهل المنطقه بالظبط. رجوله وشهامه. نفس النظام لو نجلنا نفس النموذج ده في الكليه او في المدرسه او في الحصه او في الاتوبيس او في اي مكان او في المواصلات، ده نموذج محترم جدا جدا جدا. النموذج بقى اللي بين الطلبه وبينهم من بعض سواء في مدرسه ولا في جامعه، نعم، في الشرع ده حلال؟ ده بيكون في اطار المدرسه التعليميه. يعني احنا دلوقتي في مذكرات مطروحه، في محاضره اتقالت ومحتاجين ان احنا نسجلها ونحطها على الجروب والكل يستفاد منها، في الاطار ده ما فيهوش اي حاجه، ما فيهوش اي مشكله. لكن موضوع ولد يتسامر مع بنت ويتكلموا في امور غير لائقه، الأمر ده ما ينفعش أبدا أبدا، غير مقبول شرعا. طيب سؤال تاني لإيمان. الزوج كل شوية تربيتك لحد ما هي بقت مضغوطة نفسيا وعصبيا، والحمل تقيل برضو، يعني بيت وأولاد بمسؤوليات، إن هي تراقب معظم الوقت، إن هي تعمل أكل، تروق، تودي تمرين، ده برضو مش طبيعي يا دكتور حسن. في بعض الأنماط الشخصية أول ما تحصل أزمة في مسؤولية من مسؤولياته بيرمي العاطق على الطرف الاخر. نلاقي مثلا طفلين صغيرين بيتخانقوا مع بعض، لا انت اللي عملت، لا انت اللي عملتي. لا، احنا المفروض ان احنا نرقى فوق المستوى دوت، ونبدا ان احنا نعالج المشكله كلنا. في ازمه وقعت في البيت، بنتنا بتتعرض لمشكله ما، احنا كلنا بنتكاتف حواليها وكلنا بنحط ايدينا في ايدين بعض علشان ننقلها لمستوى وحاجه افضل. صح. من اللي هي فيه ده. لكن موضوع ان اقول زوجتي دي تربيتك ومش تربيتك، انت كده بتوجه الكلام لنفسك، لان التربيه مش منوط بيها الام بس، منوط بيها الاب والام ايضا. انت بتعترف بتقصيرك بالظبط مع بالزبط. اولادك. طيب السؤال الثالث لايمان. ليها ميراث يجي من 20 سنه، فمش عاوزين يوزعوا الميراث لحد دلوقتي، هي بتدعي عليهم وبتقول حسب الله ونعم الوكيل، هل كده عليها ذنب؟ هو طبعا ما حدش هيمنعها انها تقول حسبنا الله ونعم الوكيل، ولكن دلوقتي انت عاوز الميراث ولا مش عايزاه؟ انت عايز الميراث، يبقى انت عايز الناس يبقوا كويسين علشان يدوك الميراث بتاعك. لو نزل بقوا وحشين اكتر من كده انت مش هتاخد الميراث بتاعك. يبقوا كويسين ازاي؟ ندعيلهم. ان انا ادعي لهم يا رب اصلح قلوبهم، يا رب اصلح احوالهم، يا رب ذكرهم بالله، يا رب قربهم من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. انا لما ندعي لهم بالحاجات دي هيبقوا ناس كويسين، ساعتها الميراث هيجي لي. لكن افضل اضع عليهم بالسخط وما الى ذلك، هيزداد جفاء ويزداد ظلما ويزداد جبروتا، وبرده انا في الاخر انا ببعد عن حقي. طيب الحاج محمد عمل عمره هو ومراته الست الفاضله في 2004، بعد ما تحلل من العمره حصل بينهم علاقه زوجيه، فبيسال كده حرام او العمره باظت؟ لا، اللي حصل ما فيهوش اي حاجه، العمره صحيحه ان شاء الله تبارك وتعالى، واللي حصل ما فيهوش اي مشكله، طالما بعد التحلل لا شيء عليه، انت كده خلاص خلصت منسك العمره، وربنا سبحانه وتعالى كتب ليك باذن الله الاجر كاملا والقبول، فبالتالي خلاص طالما انت ما ربطتش نفسك بعمره اخرى فما حدث لا اسم فيه ولا شيء عليك فيه. جميل. الحاج السيد الان ليه بنت ابن لسه مولوده عندها 3 4 شهور، نعم، بس لقوا ان في صباع زياده في رجليها، تقريبا 6 صوابع بدل ما 5 صوابع، فهو بيسال فضيلتك عشان يشيل الجزء الزياده من رجليها، قالوا له لازم تروح دار الافتاء. نعم. فهل ينفع نعمل كده او يعمل كده؟ ايوه ينفع، ما فيهاش اي مشكله، ده من باب التداوي. تداووا عباد الله، ما انزل الله من داء الا وله دواء. ده ربنا اختبر بيه بنتنا الصغيره. ربنا يا رب يشفيها ويعافيها، والامر ان شاء الله سلس ويسير. مفيش مانع ابدا انه يشيل الحاجه الزايده دي وتعود الامر لطبيعته جدا ولا حرج في ذلك. جميل. طيب هو ربنا يديله صحه 76 سنه، كان مواظب على الصلاه بس لظروف صحيه ومركب قسطره اتمنع من الصلاه، هل عليه اسم في ذلك او ذنب في ذلك دكتور حسن؟ لا، هو ما حدش يمنعه من الصلاه. حتى وجود القسطره ان انا اصلي بيها وما الى ذلك، ده ليس مانع ابدا من الصلاه.
انت صلي بوجود القسطرة دي، انت ما تقدرش توضى، خلي عندك في الأوضة حجر أو علبة فيها رملة وابدأ انك اتيمم عليها وصلي، وما تحرمش نفسك من الصلاة. قدرت تصلي وانت قاعد ماشي، قدرت تصلي وانت نايم برضو أمر مقبول، فأنت أجرك فيما مضى مكتوب إن شاء الله تبارك وتعالى، ولكن لا يمنعك أحد من الصلاة حتى مع وجود الأسطرة دي. يعني الصلاة لا تسقط عن المريض حتى في هذه الحالة. أيوة طبعا يحاول أيوة. يصلي على قد ما يصلي، نعم قدر المستطاع. طيب بيسأل فضلتك عن التشهد في الركعة الرابعة. نعم التشهد في الركعة الرابعة تشهد كامل بعد ما نقول التحيات لله والصلوات الطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. كده احنا خلصنا النص الأولين. النص الثاني بنقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. بهذا تكون اكتملت التحيات كاملة بنصفها الأول ونصفها الثاني. جميل. طب السؤال الأخير لأستاذ شيماء. أستاذ شيماء اشتريت شقة دكتور حسن، فقبل ما تكمل سداد الشقة دي صاحب الشقة مات توفاه الله، فهي حاولت أن الورثة يتجمعوا عشان تسدد الجزء الأخير المتبقي من سعر الشقة. المهم هي معرفتش توصل للورثة، فجابت إعلام الورثة وهي اللي وزعت الجزء المتبقي من سعر الشقة على الورثة. المهم بنت صاحب الشقة يعني لمتها، يعني دخلوا في جدال كده أو نقاش، انت ليه عملتي كده؟ الفلوس دي من حق والدتي المريضة اللي مفروض تتعالج بيها. هل تصرف شيماء بهذا الفعل حلال ولا حرام؟ هي طبعا الأستاذة شيماء كانت قالت ان هو صاحب الشقة وصاها ان الفلوس دي تروح لفلانة المريضة. طبعا هي مش هتقدر انها تتصرف وتنفذ هذا الامر الا بحضور جموع الورثه، فهي سلمت كل واحد مقداره. ينبغي ان تعلموا ان والله فلان وصى بان الفلوس دي تروح لفلانه المريضه، وتنقل هذه الوصيه على لسانها للورثه، ثم بعد ذلك هم يتحملون تبعات هذه الوصيه وتبعات هذا التقسيم، وبذات تكون ادت ما عليها امام الله سبحانه وتعالى. يعني شيماء تكلم بنت صاحب الشقة الورثة اللي هي سلمتهم الأنصبة دول وتقول لهم فلان وصاني إن الأموال دي تروح لفلان الفلانة المريضة، وتنقل هذه الوصية على لسانها لهؤلاء الورثة، وبذات تكون أدت ما عليها من الحق. نعم. قبل نهاية حلقتنا دكتور حسن حابة أقول لحضراتكم بشرى سارة بأن قناة مصر قرآن كريم سوف تطلق قريبا تطبيق يتضمن المصحف المعلم بصوت فضيلة الشيخ محمود خليل الحصري للمساعدة على تلاوة القرآن الكريم بطريقة سليمة صحيحة، وهيتضمن التطبيق كمان متابعة تعليمية مباشرة من خلال القناة للي عايز إن هو يصحح تلاوته للقرآن الكريم. في نهاية حلقتنا دكتور حسن أنا بشكر فضيلتك شكرا جزيلا على وجود حضرتك معنا، شرفتنا ونورتنا مولانا. شكرا لك يا أستاذ زينب ولفريق العمل، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. والسادة المشاهدين مشاهدينا الكرام بشكر حضراتكم على حسن المتابعة وأشوفكم على خير بإذن الله.